1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. بون، في الون مان شو الستاند اب الممثل لازم يكون كومبلي، يعرف يغني، يعرف يشطح، سبورتيف، ويعرف يعزف على آلة موسيقية. انا قلت شنو هي الآلة الموسيقية نتعلم نعزف عليها باش كيجيوني توانسة يعملوا جو في المسرحية نتاعي. كي نحن التوانسة نعرفوا نلويو الأحزام بالكدا، قلت نتعلم مثلا دربوكا، التار، البندير. اي البندير سهل، باش واحد يولي يعزف بندير. عندنا شكون ابا عن جد يعزف على البندير في تونس؟ عندنا شكون برينوبيل في البندير؟ مشيت للكونسيرفاتوار خرج لي واحد اصلع شعره مشبشب، ضرب لي الكارت مين بتاع مخي. قلت له لاباس معلم، اصلع شعرك مشبشب، انت عبارة على ملياردير زوالي، عبارة واحد جاء ما خلطش. قال لي باش تفضل تحب. قلت له معلم تحب نتعلم نعزف على آلة؟ قال لي اختار ما بين القانون ولا كورديون، وانا ننصحك القانون. قلت له شنو القانون؟ هبلت تيزمو اينشتاين القانون هذا 600 كوردة فيه. القانون هذا قلت له عبارة على 10 جيتارات دايخين عاطينها شيخين. واحد زاد كاني حط يده على كوردة من الكوردات غالطة ولا نوتة طايحة ترسيله يطبق عليه في القانون. ولذا اخترت لكورديون وخليت القانون لما ليه.